وعليكم السلام اختي، شكون معايا؟ معك اخويا مريم. مريم، مرحبا بك اختي مريم. هذه الليلة عادية مريم، فين ساكنة مريم؟ مدينة مكناس. مكناس. مرحبا بك، مرحبا ناس مكناس. شحال السن ديالك اختي مريم؟ 33. نو 33. 33. باغا ديري التيست؟ نعم. على من؟ واحد السيد خاطبني. دايرين خطوبة رسمية؟ الو. شحال هادي من درتوها؟ شهر هكا. شهر؟ وش حمتم على علاقة؟ 4 سنين. 4 سنين. نعم سلام سيدي منير، بخير؟ لاباس الله يبارك فيك. اش اخبارك؟ هاني في امان الله، كلشي مزيان؟ اللهم لك الحمد. صحيح على خير. الله يحفظك. فرصة سعيدة هذه سي منير. سي منير 40 سنة من مكناس. نعم منير 40 سنة من مكناس. نعم. مرحبا بك السي منير، ياك المعلومات صحيحة بعد السي منير. السي منير راك معنا في واحد البرنامج، إلا عطينا واحد دقيقة من وقتك إذا كان ممكن. السي منير، نعم خويا، إلا عطينا واحد دقيقة من وقتك، شي ناس اتصلوا بالبرنامج وبغاو يهضروا معك إذا كان ممكن. نعم. مرحبا بك السي منير، معك سعيد خربوش مقدم برنامج الفرصة الذهبية. السي منير، طلعت معنا واحد السيدة في البرنامج وطرحنا عليها بزاف ديال الأسئلة وجاوبت على كل شيء وربحت معنا واحد العيبي تيكات، يعني كادويات مبسطين، وهاد الكادويات ما كيتهداو إلا لشي شخص مثلا كيكون كيعني لها شي حاجة. وهاد السيدة هي معنا على المباشرة السي منير، وبغات في نفس الوقت تعبر لك على الحب ديالها ليك، وداك الكادويات كيتهداو، قالت لك فقط لمنير، من غير منير بلاش. شكون كتوقع تكون هاد الإنسانة هادي السي منير؟ شكون كتوقع تكون هاد الانسان هادي؟ شكون كتوقع هاد الانسان في نظرك يا سي منير اللي سحرتيها لهاد الدرجه هادي وخلاها انها تسايل البرنامج يبدا مع مثلا من 11 ونص ولا 11 واتصل بالبرنامج ديالنا باش تعبر لك على مدى الحب ديالها ليك من جهتك؟ وسعداتك السي نبيل صراحه، الله والله الا سعداتك، وقلال البنات اللي يقدروا يديروا هاد القضيه هادي، والله الا قلال البنات اللي يقدروا يديروا هذه القضيه هذه. وانا كيبان لي هكا، واللي تقدر دير شي وحده اللي تقدر دير هذه القضيه هذه الا وما كتكون كتبغيك ومعقوله معاك وكتعني لها شي حاجه. نعم نعم. شكون كتوقع السي نبيل؟ السي منير. عفوا، ايوا تقدر تكون الاخت ديالي. نعم. لا ماشي الاخت ديالك، هذا ماشي حب فطري، هذا حب بنيتوه بجوج. السي نبيل، السي منير كنقول لك انا يا نبيل. ياك. نعم السي منير. وهي ولي الاضافه، يعني هي مأكدة من الحب ديالك ليها، قالت لك كتبغيها بزاف وحتى هي كتبغيك، مأكدة على هذا الشيء هذا. ما نقدرش نتوقع زعما شكون. الا كنتي عندك وحده في حياتك مثلا راه عتوقع، ما كنتيش كنتي عندك بزاف راه ما عتوقعش. ياك. مساله واضحه السي منير. ياك. هي هذيك السي منير، هي هذيك السي منير، عيق قولها، هي هذيك. شنو نقول؟ هي هذيك. نقول السميه ولا شنو نقول؟ قول لنا السميه ديالها السي منير. الكنيه ولا السميه؟ لا ما تقولناش الكنيه، قلنا عي السميه. سميتها مريم. لا مريم، في كتكون مريم؟ سكنت في مكناس. شنو كتعني لك مريم السي منير؟ شنو كتعني لك مريم؟ تعني لي تعني كل شيء. كتحبها؟ كتحبها؟ ايوا ضروري. ولا قلت لك ماشي مريم؟ الا قلت لك ماشي مريم يعني ما كانتش مريم، ما كاين حتى وحده. تقدر تكون. ها تقدر تكون. شكون هي هادي؟ ما كنتش لا هي هذيك، هذيك الثانيه شكون هي؟ ما عرفتش. الا ما كانتش مريم شكون تقدر تكون؟ ما كعرف دابا الحياه كتقدر تدوز
اشخاص كتبغيهم لا احنا كيبغيو عطينا غير الشخص اللي كيعني لك حاليا شي حاجه وكتبغيه وكتحمق عليه وكتموت عليه وكيبان لك هو نفس الاحساس، عيعطينا عطينا غير الشخص اللي كاين حاليا. هو الثاني ما تانية شكون هي هذيك؟ هي هذيك شكون هو قول لك هي هذيك، قولها والله ما قولها. عرف هو بيتبدا لي الحرف الاول باش نعرف نعم لا انت اللي بدلنا بالحرف الاول، شكون اللي كتوقع هذه اللي كتعني لك شي حاجه وكتعني لها شي حاجه؟ شي حرف كتبدا بالسين شكون هي هاد السين؟ ماك الحرف بداية السين كيبدا نعم السين السين، كمل عكمل. سناء سميرة لا اعطينا اسم واحد. ياك سناء شنو كتعني لك سناء؟ تعني هي كل شيء في الحياة إنسان كتبغي شي وحدة يعني راه كتعني لك أي حاجة كتبغي سناء وكتبغي مريم؟ كتبغي سناء وتبغي مريم؟ لا ماشي مسألة كتبغي سناء تبغي مريم نعم انت كتقدر تبغي شخص ولكن تقدر هاد العلاقة ما كملاتش كتقدر عاود فهمتي نعم لا كتقدر اعطينا احنا اعطينا اعطينا العلاقة اللي أساسية. حاليا دابا مازال ما كاينش زعما أساسية هي لا قلتي هي لا كملت لا عرفت، ولكن كتكون نية فهمتي حاليا سيمونير، دابا كتكون نية، كتكون نية. سيارة كتكون النية ديالك انك تبغي فوالا احنا وما دابا كيتسالش اعطينا النية اللي عندك مع من، اما الخواض راه كلشي فيه تخرويط. ياك ولا نكذبوا ايوا هذا. كتكون النية مع الطرفين كاع اللي تعرفتي عليهم كتكون النية عندك مزيان دابا اعطينا النية مع من كاينة حاليا. دابا ما حاليا مازال ما توقف شي هي ما كملت حتى شي حاجة دابا اعطينا عي سميتو سناء شكون ومريم شكون؟ مريم شكون وسناء شكون؟ كاين شكون نعم شنو كتعني لك مريم وشنو كتعني لك سناء؟ يعني انت انا كتبغي تكمل مع حياتك تبغي لا دابا انا هي اللي باغي تكمل معاها حياتك، هو السناء ولا مريم؟ داكشي كلش كيبقى المكاتب عرفت، خليني على المكاتب وانا كنقول لك راه كاين النية السي منير. ياك كلشي كتنوي النية وريني كاين الحلقة اللي كتسالى ميقلكش عارف والحلقة تسالى الا اذا كان انسان ناوي يساليها. لا ما كتجي شي حاجة ما كتكملش ولا كيبقى مشكل وضروري، ولكن انسان الا كنت كتبغيه ولا هذا راه عاد تنازل شوية، كيكونوا شوية ديال التنازلات، لأن الحب لا تنازلات راه معك مش أكيد. ظروف ما كنت دابا عطينا اللي الأهم، شكون هي؟ واش مريم ولا سناء؟ هو دابا حاليا ممكن حتى حاجة إطلاقا ما يعني بجوج ما كيعني ولك ما كيعني ولك شاسي منير. ما حاليا انا قلت زعماك لا دابا داك الافتراض اللي عطيتينا قبيل مثلا ديال مريم، واش افتراض عطيتيه لنا غير هكا يعني افتراض، ولا عطيتي لنا افتراض انك كتبغي هاد الانسانه مثلا وعارفه كتبغيك باش دارت لك داك الشيء؟ لا تشربنيش انا ماشي قلت زعما كاين ظروف كتوقع لا بغض، شوف بغض النظر على الظروف انا كنقول لك راه خصوصا العلاقات الغراميه او العلاقات العاطفيه السي منير راه ضروري كيكون فيها الخصام، ضروري كيكون فيها هذا، راه الا ما نقول لك واحد القضيه انسان العلاقات بحال هكا الا ما كانش فيها الخصام راه ما كتكون مع علاقه، ما كتكون مع علاقه ما والو، ما كتكونش حلوه اصلا من ديبار، كتكون ممله. كاينه ولا ما كايناش؟ ايوا دابا مع من مخاصم؟ واش مع سناء ولا مع مريم؟ لا انا ما خاصم مع حتى شي واحد ياك لا ما خاصني حتى شي واللي واحد كتبغيها مريم ولا سناء؟ لا دابا هو بلاتي دابا انت قلتي لي شي هاد الانسان هي اللي ما تعطيك شي كادو نعم كادو، في نفس الوقت هي معانا بغات تعبر لك على الحب ديالها ليك شكون السي هي منير. شكون هاد الانسان؟
لا هذه مثلا هذه الانسان قلت لك انا شكون كتوقعها مثلا تتكون، يعني قلت لي مريم. اي ودابا حاليا قلت لي انت لا لا انا ماشي قلت لك، لا قلت لك زعما قلت لي مريم، قلت لك ولا ما كانتش مريم شكون عتكون؟ يعني كاين شي وحده اخرى؟ ماشي قضية ما كانتش، أنا قلت لك زعما كاين حالات كتقدر تكون بغيتي إنسانة ما كملتش الظروف ولا ما كملتش نعم داكشي اللي كنتي نتناوي، كتقدر عاود مع المدة يعني عاود راه اكيد راه كل شيء هكاك بصح، كاين هذه القضيه هذه، ولكن دابا يعني مريم هي الاهم. فعلا داكشي اللي كنا يعني مريم هي اللي الاهم، اما سناء كانت بقت من الماضي. كتعرف دابا هذيك المسألة ديال الكتاب اللي كنقولو زعما انت كتكون درت لا كل احنا حاجة شوف دابا احنا عطينا الميول، الميول ديال قلبك فين كاين دابا؟ عطينا الميول ديال قلبك ماشي المكتب، والمكتب راه عند الله. كيما دابا الميول كيف ما كنقولو حبس لا ضروري ما يكون شي ميول السي منير. إما كيكون الميول كان في واحد الوقيتة ولاني صافي بحال اللي كت دابا عطينا الميول، كاين الميول انا مأكد كاين الميول. لا حاليا دابا فهاد اللحظة مازال ما لا لا كاين، لا عرفتي علاش؟ كون ما كانش الميول ما عاد تسولش فيك مثلا هاد الانسانه هذيك، وراها حتى هي نسات. ياك اه يعني ما نعرفها بعدك باش وراه هي هذيك، قلنا شكون هي مثلا اللي عندك ميول من جهتها وباقي حتى انت كتحس من جهتها بشي حاجه؟ ايوا قول لي انت عي قول لي قلنا، شكون عي ما قلنا كانش بعدا، هو السناء ولا مريم؟ انا هاي قلت لك دابا الاسماء اللي كنت زعما كان انت كتقول انت كيفاش الاسماء اللي كتكون انت انك ربما كتكون نية انك باش تبني حياتك معاهم ولا اللي كتبتك فيهم ولا اي وحدة اخرى فهمتي نعم دابا حنا ما كنهضروش على المكاتب وشي امور اللي عندها علاقه بالله، حنا عطينا على الميول، الميول العاطفي. المهم العاطفة يقدر يميل فهمتي لمن؟ يقدر يميل أي وحدة لا عاف هاد الجوج، عاف هاد الجوج لمن مايل؟ نص نص لا لا قل لي لمن مايل السيمونير، يلا المكالمات داخلين خصنا باش نجاوبوا على المكالمات السيمونير، يلا. ياك اه يقدر يميل لوحدة شكون هي هذه؟ اه احنا عرفنا دابا عندك جوج، اين هي اللي عايمين ليها؟ فين عندك الميول دابا؟ مريم سناء. مريم مريم تفضل استاذ، ها هو معك. الو مرحبا يا أستاذة، الو آخر مرة كنت كيما نقول لك الو يلا يعطيك المصحة كيما ما نقول لك علاش معنا السي منير. كتعيط لنا وتقطع علينا، حشومة عليك مريم، خصك تكون حاضرة. ترجل معنا أستاذة، ترجل معنا إذا كنت كتفرج في اللايف، يعني السيد منير راه ترجل معك صراحة الله، يعني واجهك بأي هذا على الأقل، ما تقطعش علينا أستاذة. كانش عليك تقطع مرة.
الو استاذ، الا كنتي باقا كتفرج عيطنا، انا كنصوني عليك، راك ما كانش عليك تقطع. الو استاذه، ياك تفضل، هو معك، هو معك. كنعاود نصوني عليك، ما كاينش الدنيا. ورا المكالمات داخلين، داكشي علاش. ها هو تفضل، كل شيء. انا قلت له الله يعطيك الصحه لا شنو ولكن ما غادي نقول. تقطعش، يعني هضر مع السيد، شوف شنو غتقول له، كلمة لكن أخيرة. انا نقول له الله يعطيه المصخ اكثر ما راه فيه. تفضل شكرا السي. اخويا، ألو، شكرا اخويا، الله يسهل عليك. شكرا. بقى معنا، بقى معنا مريم. وي كنسمعك. لا بقى معنا. ألو منير. شنو ممكن تقول مريم؟ ما تقول والو السي منير؟ نعم ما تقول والو؟ ايوا انا قلت لنا، انا قلت لك الفكره ديالي وقلت لك شنو عندي. ايوا هي قالك لا والله يعطيك المسخ، ما المسخ ايوا هي الله يعطيك المسخ ويزيد المسخ. ما عجبتكش؟ عجبتك سمعتي هضرتي؟ ايوا صافي انا سمعتها. الو راني سمعتها. الو شنو سمعتي؟ يلا باي 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 باي، ما نضيعوش نسيت البرنامج ديالو. يلا تحياتي لكم.